نعود إلى سيد أحمد كامل بشأن الملف السوري. الكاتب السياسي سيد أحمد كامل هاتفيا من باريس، مرحبا بك مجددا. هناك أربعة مواضيع مطروحة على طاولة أستانا، إلى أي مدى سيختلف مشهد أستانا عن جنيف برأيك؟ يحاول الروسي أن يختلف مشهد أستانا عن مشهد جنيف، يحاول أن يظهر بأنه هو السيد، لأنه هناك مشكلة في هذا الموضوع. الروسي مع النظام، مع الإيران، مع حزب الله، مع الفصائل الشيعية العراقية، كلهم دول يسيطرون على نصف الأراضي السورية، ربع الأراضي اللي سيطر عليهم الأكراد بمساعدة أمريكية، والربع تسيطر عليه المعارضة بمساعدة تركيا. فإذا هو فقط يسيطر على نصف الأراضي السورية، وفي هذا النصف الذي يسيطر عليه الروسي عنده شريكين، عنده النظام وعنده إيران وحلفاء إيران. فكل العملية هي عملية استعراضية ليظهر بأنه هو صاحب الكلمة. طيب كيف ترى استبدال رئيس وفد المعارضة في أستانا ليحل محله أحمد طعمة رئيسا لوفد الفصائل العسكرية في المشارات؟ أيضا يأتي في نفس الإطار، إطار بأنه هو السيد، هو الذي يختار، وهو الذي يغير رئيس الوفد. يعني ما سئل أحد من السوريين في من يمثله، لا في جنيف ولا في أستانا. تم اختيار من يمثل السوريين في جنيف وفي الرياض وفي أستانا، وهذا أمر مؤسف للغاية، لأقصى درجات الأسف أن هذا الشعب إضافة لما يتعرض له من قتل وتهجير وتعذيب يتعرض لإيذاء سياسي وتزوير لإرادة لا يوحد، لا يوجد أحد الآن يمثل حقيقة إرادة الشعب السوري. هناك من يرى أن هناك رغبة روسية قوية لإحلال أستانا وأختها سوتشي بديلا لجنيف، هل تتفق مع ذلك؟ نعم أكيد هذا واضح تماما، ولكن قد لا ينجح، لأنه الأمريكي ما حان وقت التسوية بالنسبة له، لم تكتمل الصورة تماما، وعلى الأرض أيضا لم تكتمل الصورة، لا يوجد طرف يستطيع أن يفرض تسوية في سوريا. هناك كلها ترتيبات مؤقتة، ومن ضمن هذه الترتيبات المؤقتة التسابق، واللي بيخلي الروسي يفضل أستانا ويفضل سوتشي كثيرا على جنيف برغم التراجعات الهائلة التي حصلت جنيف. يعني وفد المعارض في جنيف نصفه مؤيد لروسيا وللنظام السوري للأسف الشديد، وهو لم يوقف في المعارضة أبدا. إلى أي مدى بات ملف المعتقلين والأسرى فخا على طاولة الأستانة؟ يعني الذي نلاحظه بأنه اجتماعات الأستانة يخترع لها موضوع من أجل أن تعقد بالهدف الذي ذكرت حضرتك قبل قليل ووافقتك عليه، من أن الروسي يعقد هذه الاجتماعات لينهي جنيف وليثبت بأنه موجود، ولذلك يخترع مواضيع صراع. المرة الماضية تم مناقشة موضوع ولم يسر الأمر عن شيء أبدا، والآن يناقش موضوع المعتقلين، وعلى الأرجح لن يسر الموضوع على شيء مطلقا، هو طرح للمواضيع لمجرد طرحها لتضييع الوقت، مثل الفن لمجرد الفن، هنا الاجتماعات لمجرد الاجتماعات. نعم، شكرا جزيلا لك. هاتفيا من باريس سيد أحمد كامل الكاتب السياسي.